اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الجهد والوقت. هنشوف مع بعض من خلال الفيديو بعض المنتجات والأدوات والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وطبعا هقول لكم وهعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، أتمنى أنك تنضم لينا، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك، وعشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تقدري تفعلي جرس الإشعارات للكل، وده عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. ولو الأدوات اللي في الفيديو عجبتك، أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض، ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الأدوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. وبعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام، وهي عبارة عن سيليكون ومرنة جدا، بتوصل للأماكن الضيقة وبتساعدك تنظفي كرسي الحمام بسهولة جدا. بعد كده هنشوف مع بعض علب منظم التلاجة دي اللي تقدري تخزني وتنظمي بيها مختلف انواع الخضار المتقطعة، وغير كده المنظم ده بيجي معاه مصفى، يعني تقدري تغسلي وتصفي الخضار في المصفى دي، وبعد كده تقدري انك تنظميها في التلاجة. وبعد كده بقى معانا الدولاب المنظم ده، وهو عبارة عن دولابين صغيرين كده تقدري تثبتيه عندك في الحمام وتستخدميه في تنظيم الشامبوهات والكريمات بتاعتك. وبعد كده عندنا القطعة دي، القطعة دي مخصصة لتفصيص الدرب، بتساعدك على تفصيص الدرب بكل سهولة. وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الممسحة المرنة جدا دي، وهي عبارة عن اسفنج، وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة وتمسحي بيها تحت الكنب او تحت الترابيزة، بتبقى سهلة جدا ومرنة جدا في الاستخدام. وهنا بقى عندنا منظم البيت ده، عبارة عن 3 ادوار، بياخد معاكي 30 بيضة، وتقدري ان انتي تستخدميه جوة التلاجة او برة التلاجة. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده، بيساعدنا على سحب الهواء اللي موجود في اكياس البطاطين واللحفة، واللي بيساعدنا على تنظيم واستغلال المساحات جوه الدولاب. وبعد كده عندنا المنشر ده، وهو بيبقى بشماعة تقدر انك تثبتيه عندك في اي مكان وتنشري عليه الشرابات والملابس الداخلية والاحذية واي حاجة بيبقى صعب عليكي تنشريها. وبعد كده هنشوف مع بعض أداة التقطيع أو الفرم، بتيجي عبارة عن طبق جواه مصفى، وكمان بيجي معاها كذا قطعة من أشكال التقطيع، تقدري تبدليها طبعا على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها. وغير كده الأداة المميزة اللي بتمسكيها بإيديكي عشان تقدري تقشري بيها، وطبعا أي حاجة انت بتقطعيها أو تبشريها بتنزل في المصفى وتغسليها بكل سهولة. وكمان بيجي معاها عصارة تقدر ان انت تعصري بيها البرتقال او الفواكه. وهنا هنشوف مع بعض شكل من الاشكال المختلفة من الشماعات، الشماعة دي تقدري تنشري عليها البطاطين او الملايات او الفوط الكبيرة بكل سهولة. وبعد كده معانا صندوق تنظيم التوابل ده، طبعا تقدري تنظمي فيه 4 انواع توابل اذا كان توابل صحيحة او بودر. وبعد كده عندنا فرشة التنظيف دي، بيبقى ليها كذا استخدام، ممكن تنظفي بيها البوتاجاز او السجاد او الحوض او الرخام او الاطباق والحلل. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الفرشة دي،
بيجي معاها كذا قطعة طبعا على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تنضفي بيها. تقدري تنضفي بيها البوتاجاز او الحلل او الحوض او السجاد او الأحذية، وطبعا مختلف الأسطح اللي عندك. وبعد كده معانا حصيرة السيليكون، ودي بتبقى مخصصة للعجن، تقدري انك تعجني عليها العجين وتفرديه وتقطعيه بكل سهولة. كمان معانا أداة تثبيت وحوامل، تقدري تثبتيها عندك في الحمام أو في المطبخ، وتثبتي عليها العصيان زي الممسحة أو المقشة ومختلف لوازم التنظيف. وبعد كده تعالي بقى معايا نشوف أداة حامل الكوبايات والأطباق السخنة، طبعا بيساعدك على رفع مختلف أشكال وأحجام الأطباق والكوبايات زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو. تعالي بقى شوفي معايا هنا منظم الحمام ده، وهو عبارة عن دورين تقدر ان انت تنظمي فيه المناديل الورق او المناديل الرول. وطبعا طريقة تثبيته بتبقى سهلة جدا على الجدران. اهلا وسهلا بجميع متابعين قناتي، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة معانا فيديو جديد وفيديو مميز، هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والأفكار والحيل والمنظمات والأجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو المطبخ أو في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد بحيث ان احنا نقدر نستفيد بيه في حاجة تانية. وتعالي بقى كمان شوفي معايا أداة التثبيت دي، تقدر ان انت تثبتيها عندك في الحمام أو في الممر وتنظمي عليها الشباشب بتاعتك. وبعد كده معانا القطعة دي، والقطعة دي تقدري ان انت تفتحي بيها البيت كده زي ما انت شايفة من خلال الفيديو. وبعد كده بقى معانا منظم الكوبايات الورق ده، تقدري تثبتيه على الحيطة جنب الكولدير او جنب التلاجة بكل سهولة كده. وغير كده كمان طريقة استخدامه بتبقى سهلة جدا. بعد كده معانا قشرة السمك دي، وهي بيبقى فيها حاجة مميزة قوي، بيبقى فيها جزء مخصص زي الدرج كده بيحتفظ بالقشور اللي بتطلعها من السمكة، بتبقى حلوة قوي في الاستخدام. وبعد كده بقى معانا طقم الإطباق المصافي بتاعتهم ده، وهو بيجي عبارة عن 4 أحجام تقدري تستخدميه في غسيل مختلف أنواع الخضار والفواكه اللي بتبقى موجودة عندك. وبعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة التقطيع والبشر اليدوية دي، تقدري ان انتي تبشري وتقطعي من خلالها الخضروات وتعملي منها بطاطس الشيبسي، وكمان تقدري تنضفيها بكل سهولة. بعد كده عندنا المنظم ده، تقدري ان انتي تثبتيه عندك على رخامة المطبخ وتنظمي عليه الشوك والسكاكين وطقم التوزيع وأدوات المطبخ بتاعتك. وهنا بقى معانا السلة اللي تقدري تثبتيها عندك على درف دولاب المطبخ، وبتساعدك تتخلصي من بواقي وتنظيف الخضار. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على عمل السمبوسة أو القطايف بمختلف الحشوات اللي احنا بنفضلها، تقدري ان انت تستخدميها وتعملي منها كميات بكل سهولة. وبعد كده بقى معانا الفتاحة اللي تقدري من خلالها تفتحي مختلف البرطمانات اللي بتبقى عندك بكل سهولة زي الصلصة والصوصات ومختلف البرطمانات اللي بتبقى موجودة عندك اللي بيبقى صعب فتحها. وبعد كده عندنا المطحنة اللي تقدري من خلالها تطحني الرز او السكر او التوابل بكل سهولة. وهنا بقى معانا المقوار ده، تقدري ان انتي تستخدميه في تقوير او تقطيع الفلفل والكوسة والبتنجان بكل سهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. وهنا معانا اداة تثبيت او حوامل، تقدري تثبتيها عندك على رخامة المطبخ وتثبتي عليها غطيان الحلل او قطعة الخضروات والمعالق اللي بتستخدميها وانتي بتطبخي، وبتساعدك تحافظي على نظافة الرخامة وترتيب ونظافة المطبخ. وبعد كده معانا الكبة اللي تقدري تستخدميها من غير شواحن او كهرباء، تقدري ان انت تفرمي بيها التوم والفلفل بمجرد ما تضغطي عليها كده من فوق.
بعد كده هنشوف مع بعض عندنا المنظم ده، تقدري تثبتيه عندك في الحمام بكل سهولة وتنظمي عليه الشامبوهات والكريمات، وكمان بيحتوي على شماعة للفوط، او تقدري تثبتيه عندك في المطبخ وتنظمي عليه ادوات ولوازم المطبخ زي الصوصات والتوابل وفوط المطبخ. بعد كده بقى عندنا المنظم ده، وهو مكون من 3 أرفف، تقدري ان انتي تنظمي عليه الحلل او ادوات المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك، وطبعا تقدري تثبتيه عندك على رخامة المطبخ او في دولاب المطبخ. بعد كده عندنا الكولمان اللي تقدري تتحكمي في حجمه، وكمان تقدري ان انتي تستخدميه معاكي وتاخديه معاكي في كل مكان، لو مثلا طالعة رحلة تقدري ان انتي تتحكمي في حجمه، مش بياخد مكان خالص. وبعد كده معانا القطعة دي مخصصة لتفصيص الذرة، بتساعدك على تفصيص الذرة بطريقة سهلة وسريعة جدا. بعد كده معانا مجموعة من القطع اللي تقدري تثبتيها عندك في الشماعات وتعلقي عليها شماعات، عملية وبتساعدك جدا على توفير واستغلال المساحة جوه الدولاب. بعد كده تعالي شوفي معايا الأداة اللي بتساعدك على سن مختلف وأنواع السكاكين اللي بتبقى عندك، وكمان تقدري تسني بيها أي مقص عندك. ودلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شوفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة. والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها وتستخدميها بكذا طريقة مختلفة، كمان بتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. بصي بقى، انتي تقدري تجيبي المنتجات دي ب3 طرق، طبعا انت اللي تقدري تحددي وتختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات والمنتجات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما بالنسبة لمصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. بعد كده الطريقة التانية، وهي الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن على حسب المحافظات طبعا اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية دي وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بقى بالنسبة للطريقة التالتة، فهي المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او بتبقى موجودة في المولات اللي بتبيع الادوات المنزلية دي زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو عجبتك اتمنى تدعميني وتعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتقدري انك تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن.